السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم التتمه ديال الفيديو السابق اللي كنت شاركت معكم فيه الفصاله ديال العبايه او الكسوه. اليوم غدا نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه. اللي مازال ما شافت لا فيديو ديال الفصاله ضروري تشوفوا، حقاش صراحه خاصكم ضروري تشوفوا باش تعرفوا كيفاش غادي الخياطه، حقاش فيها تقاطع، فيها كيفاش درنا، كيفاش صيبنا الكمام، كيفاش فصلنا البياسة. يعني ضروري تشوفوا الفيديو ديال الفصالة، غنخلي لكم صندوق الوصف اولا في اول تعليق باش غادي يكون سهل باش انكم تلقاو. المهم بنات، اليوم كما كتشوفوا اول حاجة خديت الضوفة ديال الامان اللي هي هادي، خدمت معكم التكويرة، خدمت معكم كلشي، وهادي لا غارنيتور اللي هي خدمتها معكم. غدا نوريكم البنات كيفاش غدا نخيطها. غدا نحط لا غارنيتور، الطريقه ديال الخياطه فهي سهله. غدا نحط لا غارنيتور بهذا الشكل هذا على العنق، وغدا نخيط، غندير الخياطه اللي كتكون هنايا على الحرف ديال الثوب باش كتجيني سهله في التسنيه. هكذا البنات عبر الصباط بهذا الشكل هذا، وكنمشي على الحرف ديال الثوب بهذه الطريقه هذه. باش كنقول لكم البنات ضروري تشوفوا الطريقه ديال الفصاله باش هكدا تجيكم الخياطه سهله وتعرفوني شنو كندير. يعني راه الخياطه راه كتكون متعلقه بالفصال. ها انتم البنات غادي نمشي بهذه الطريقه هذه، هذا الشكل هذا البنات. هنايا البنات غادي ندوز غنكراني، غندير كرانات هنايا بالشكل هذا. صافي البنات، وكنقلب يعني هنا بطبيعة الحال كيكون الوجه ديال الثوب، وكنقلب بهذا الشكل هذا بهذا الشكل هذا. وغادي نخيط خياطه ديال سنتيم او عبر الصباط، يعني كتكون اختياريه. الا بغيتوها عريضه شويه ديروا ديال سنتيم، بغيتو عبر الصباط ديروا عبر الصباط. انا هنايا غادي ندير عبر الصباط. هانتوما البنات بهذا الشكل هذا، غادي يكون قاد في الدوره ديالي حتى كندور على العنق كامل. بهذا الشكل هذا البنات، اول مره كتشاهد القناه كنتمنى ان تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش هكا ديما يوصل الجديد ديال القناه ويوصل الموديلات اللي كنخدم معاكم. ها انتم البنات كيفاش كيجي الكول، كيجي زوين، كيجي داير، يعني الخدمه زوينه. دابا البنات شنو غادي ندير؟ غادي نخدم، غادي ندير داك الديكور اللي قلت لكم غنديرو في الامام. هنا البنات دابا غادي ندوز تنيت الكارنيتور دوف عفوا ديال الامام بهذا الشكل هذا باش نحدد المنتصف ديال 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 هنايا، نحدد المنتصف بهذا الشكل هذا. صافي البنات الطريقه هذه، نقادو البياسه ديالنا بهذا الشكل هذا. كنجي البنات من بعد ما تحددت المنتصف، كنجي نختار النقطه اللي غادي نهبط منها. مثلا انا اختاريت هنايا هاد النقطه البنات، هادي غادي نلاقيها بهاد النقطه، غنلاقيها بالنقطه اللي غادي هكذا البنات. غادي نخدم بيستولي ولا مسطره يعني اللي يعجبكم. انا بغيت تجيني واحد الغون، بغيت تجيني بحال الغون هنايا، دونك غادي ندير المسطره بهاد البيستولي بهاد الطريقه. كنجيبها من هنايا من هاد النقطة هادي بهاد الشكل هذا. بنفس الطريقة غادي ندير الجهة الثانية. إذا البنات من بعد ما تراسيت هنايا الكول ديالي، غادي ناخد هاد، غادي نديرو هنايا بلياس، كنحدد المنتصف ديالو، كنت نيوتو بهاد الشكل هذا، وكناخدو المنتصف. هاد المنتصف البنات غادي نحطوه بهاد الشكل هذا، هانتوما باش توضح لكم الرؤية، غيجي بحال ما هاكا البنات. غيجيو هنايا دي بلي، غيجي بحال ما هكا الديكور اللي غادي نديرو في العبايه هكذا. غير هو البنات هنا
هنا ملي غنبغيو نخيطو ما غاديش نديرو هكا، غادي نديرو هكذا. نورمالمون خصها تجي هكذا، هذا هو الوجه ديال الثوب، يعني هذا هو الوجه اللي باغا انا يكون. غناخذ المنتصف هنا، المنتصف اللي حددت مبقاش به. المهم البنات نعاود معكم المنتصف، هنكرني هنا هكذا البنات. كنحط هذا المنتصف، ملي غادي نبغي نقاد الثوب ديالي ما غاديش نحطو هكا، غنحطو هكا حقاش خصني نخيط من هنايا، وعاد باش غادي تقلب بحال ما هكا. كنتمنى يكون واضح. يعني هنايا البنات كنحط هنا المنتصف وكنقادو هكذا بالفنيته هكذا البنات، هذا الشكل هذا، وغنبقى غاديه بهذا الشكل هذا. غادي نقاد هنا ثاني البنات، كنحط هذه الراس ثاني كنحطو هنايا، كنحط هذا الراس هنايا، وهذا الشيء اللي كيبقى ليا لداخل، هذا الشيء البنات اللي كيبقى ليا لداخل كنقادو بكليات. هاد الشكل هذا، هاد الشيء اللي كيبقى لي لداخل غادي نقادو بليات. ما هادشي كيبغي الخاطر البنات، ولكن غير بشويه بشويه غادي نقادو هكذا البنات. غادي نمشي بهاد الشكل هذا، نهبط شويه باش يجوني البليات هابطين لتحت شويه يبانو هكذا، وغادي نبقى نقاد لي بلي ديالي بهاد الطريقه هادي. هاد الشكل هذا كنقاد بهاد الشكل هذا، ونمشي هنايا ونمشي هنايا، كنجي هنا تاني باش يجيني داكشي مقاد وداكشي بالتساوي. هنا البنات كنجي ندير وحده هكذا 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 البنات، وغادي نبقاو غاديين بحال ما هكا. ونفس الشيء غادي نديرو في الجهه الثانيه، يعني هاد الجهه المقابله ديالها هاد الجهه هادي. شتو البنات ضروري تراسي، وباش ملي تمشيو كتمشيو مع الخط مقاد. هنا انا غادي مع الخط مقاد هكذا البنات، هنا قتلي وحيده غنديرها هنايا هكذا، قتلي وحيده غنديرها هنايا هكذا البنات. دابا بنفس الطريقه البنات غادي نخدم هاد الجهه هادي. هانتوما البنات انا قاديت كلشي بلي بلي كيفاش كيبان لكم الكول. دابا البنات غنضل نخيط، غنضل نخيط من هنايا بزاف. هكذا البنات كنمشيو هنايا للقنت، كنجيو هنا للقنت وكندورو
غداس عاد نكون ساليت الخياطه. كنحيد دابا الفنيات ديالي. هاد الشكل هذا وكنقلب بهاد الطريقه هادي. ها نتوما البنات ملي كنقلب كيفاش كيعطيني الكول هكذا البنات كيجي زوين هكذا. شوف البنات كيجي زوين صراحه. دابا البنات شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد الحاشيه هادي هاد الحاشيه وغادي نتنيها بهاد الطريقه هادي. ممكن ديروا جوج لو بغيتوش بحال انايا عندي هنايا السرج ابيض ما بغيتوش يبان غندير جوج تنيات بحال ما هكا ولا ديروا تنيه. يعني المهم نتوما شوفوا شنو غادي يعجبكم اكثر. ها نتوما البنات كيفاش كيجي الكول. المهم انا هنايا غندير تنيه هكذا البنات. باش تجي سهله الدوره غنبقى غادي بهاد الشكل هذا. درت البنات تنيه باش ما تدورش ليا باش ما يبقاش يدور ليا. راكم عارفين بحال اللوغ ديال البنات الا كانت الكلوش بزاف الا درتو جوج تنيات ما كينجحش. يعني من الاحسن ديروا تنيه باش تسهل عليكم المأمورية. ديروا السرج ديالكم وديروا غير تنيه باش كيجي صافي في الامام كيجي عاطي المنظر زوين. صافي البنات بهذا الشكل هذا. من بعد كندوز لاقي الكتاف. غير هو الكتاف البنات كندخلو هادي كندخلوها في الكتاف صافي وكنخيطو. هيا غنوريها لكم هنايا. كناخدو الكتف ديالنا بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل هذا البنات هكذا. وكنجبدو هاد البوندة هادي اللي درنا كنقادوها بهذا الشكل هذا. صافي هادي غير الزيادة ديال العنق ما مقطعش مزيان. غادي نركب لا غارنيتور البنات. هنا البنات غادي ندوز نخيط لا غارنيتور بهذا الشكل هذا. كنتني هنايا واحد نص سنتيم. يعني ديجا كنخدمها معاكم البنات اللي متبعين القناه راه يكونوا هاد المرحله هادي عارفينها. صافي البنات بهذا الشكل هذا. البنات تخليو ليا جيم بالنسبه لا فيديو حتى لهنايا تخلي ليا جيم البنات هكذا البنات. وغادا نهاية ثاني نص سنتيم البنات بهذا الشكل هذا. دابا غادا نحيد هاد الزوائد هادو كاملين حيت هنا غادا نتني هنا. عارفين هنايا كاينه لا غارنيتور كاينه هذاك التوب اللي درنا باش درنا به داك الديكور. يعني هنا كتكون غليظه هنا وهنا كتكون غليظه يعني خصنا نقصو مزيان. صافي البنات غادي نقلب لا غارنيتور هكذا. غادي نقلب بهذه الطريقه هذه وغادي نخيط بهذا الشكل هذا. ندور على العنق نتمنى يكون واضح. هاد
الناس كنبقى التسمية ديالي من هنايا. بحال هكا ثقيل هذا راه واخا خايب ثقيل البنات كيجي شويه صعيب كيبقى يلعب. ها انتم البنات شكرا يلا صافي البنات دابا دزنا ندوزو للكمام سالينا هنايا الخول وما يتعلق بالبنات هنايا ومونطيت لكم لصقته في الدوفات هكذا يعني مونطيت غير الكمام ما درت والو. غادا نجي هنايا البنات غادا نجي لكم هكذا هكذا بهذا الشكل هذا كنتني بهذه الطريقه هذه نقادو مزيان باش نعلم فين غنخيط هذوك هادوك الكلوش اللي درنا هكذا البنات بالطريقة هادي كناخدو الكلوش الأولى كاينة وحدة كبيرة وحدة صغيرة راكم عارفين وحدة درناها كبيرة باش تكون هنا في الجزء الفوقاني وحدة درناها صغيرة شوية اللي غتكون لتحت حنا كنعبرو هنا نشوف فين هي الصغيرة فين هي الكبيرة فوالا ها الصغيرة الصغيرة البنات دابا كناخدو العبار ديالنا كنحطوها بهذا الشكل هذا هكذا اذا غادي نبدا الخياطه من هنايا هنا البنات كتشوفوهم حيت هذه غنتنيوها شويه وهذه غادي نتنيوها حتى هي فهمتوا يعني بهذه الطريقه هذه كنخلو بين غير السورجي ها شوفوا نتوما العبار اللي درتو هكذا هكذا البنات وكنعلمو فين غنخيطو وكنعلمو حتى من الخلف باش نمشيو في الخط مقاد الطريقة هذه البنات بهذا الشكل هذا دابا غادي نخيطها كناخذ هذه المخطوب ديالي على الوجه ديالو وهنا البنات كناخذو بهذه الطريقه هذه الوجه هو هذا غنحطوه على الوجه بهذه الطريقه هذه ملي غادي نجيو نخيطو ما نخيطوش من الحرف ما نخيطوش من هنايا غنخلو تقريبا واحد سنتيم عاد باش غنخيطو من هنا مثلا من هنا غنخليو هذه الفتيحه هذه الطريقه زوينه البنات باش تخدموا هذا الكلوش هذا كتجي زوينه وكتجي كتجي متقونه ماشي بحال الاخرى اللي كنخيطوا هذه كنخيطوا مع هذا ما كتجيش زوينه ما ملي كتلبسيها ما كتعطيكش داك الكلوش كيمشي هنايا كيمشي مع الخياطه هنا ما كيعطيش الكلوش مزيان هكذا البنات وغادي نخيط بهذه الطريقه هذه غنبقى نخيط بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم هنا خليت واحد السنتيم هنايا البنات ها هي بنفس الطريقه غادي نخدموا الجويه كاملين هنا البنات كنشدو بهذه الطريقه هذه وكنبقاو غادي على الخط ديالنا اللي طراسينا خصنا
كتمشي في الطريق مسرحه يعني من مشوش عوجين باش ملي كتمونطي وكتجي كيجينا التطابق هكذا. البنات كنعلمو هنايا بالشكل هذا هكذا البنات صراحه مزيان وكنعلم بهذا الشكل هذا صافي البنات. وكناخذ ثاني هاد الكلوش هذا وكنخلي هنايا البنات ما كنخيطش ثاني من الطرف كنخلي واحد السنتيم بهذا الشكل هذا صافي. وكنخيط هنا البنات ضروري ديروا لاريطمون هنا في الاول ضروري هانتوما شفتوا كنخليو داك شويه وعاد باش كنخيطو بهذا الشكل هذا صافي. كنمشيو بهذه الطريقه هذه علاه كنعلمنا بزاف البنات لهاد المرحله راه حقاش راه تذوقكم شويه هانتوما كنجيو هنا كنخليو ثاني واحد شويه صافي البنات كنحبس هنايا كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كنجي هنايا هانتوما البنات كنجي هنايا غلاقي هذا غلاقي هذا وهاد شويه اللي خليت هذه المسافه هذه علاش خليتها باش نلاقي مني نجي نلاقي انا هنايا نلقى فين نلاقي نلقى فين نكمل الخياطه شفتوا هانتوما البنات هانتوما باش متلفوش غلاقي هذه هي الاولى هانتوما هانتوما كيف جا جا بهذا الشكل هذا باش متلفوش غنوريكم هكذا كيجي ياكو غادي نشد هذا الاول غادي نلاقيه بهذه الطريقه هذه غير باش متلفوش يعني ركزوا مزيان هكذا البنات كنجي هنايا كنقاد مزيان هنا بحيت هنايا كيجوني متماثلين كيجوني عبار واحد هكذا البنات وكنخيط بهذا الشكل هذا هادشي مازال غادي نكمل السورجي ضروري باش ميبقاش بعيد ليا غادي نزيد نقص السورجي يعني هادشي من بعد غنفينيه بالسورجي نحيدو باش ميبقاش داير هكا وغادي نمشيو للجهة الثانية الجهة الثانية كذلك هكذا هكذا يعني كنمشيو بنفس الطريقة هكذا يعني متلفوش يعني غير بقاو غير نتابعو هكذا البنات نفس الطريقة حتى هي كنخيط من الجدر هكذا البنات صافي هذا الشكل هذا هانتوما البنات دابا شنو غادا ندير دابا داك الكلوش راه داخل لداخل هانتوما راه باقي داخل لداخل دابا كنجمع الكمين الكم غادي نجمع لكم بهذه الطريقه هذه كنخليو داكشي داخل لداخل وغادي نجمع لكم هانتوما ملي غنجمع من هذه المسافه اللي خليت ما خايطش شفتوا يعني راه الطريقه راه مفهومه راه ساهله غير تبعوا اش كندير انا وغادي غادي تنجحوا فيها انا هنا البنات غنزيد نقبط الكمين حيت لي انا بغاته يكون مضبوط غنزيد نقطو ماشي مشكل هادشي غنحيدو من بعد غنزيد نقطو بهذا الشكل هذا وغادا نمشي بهذا الشكل هذا البنات هنايا البنات هنا كنحطو بهذه الطريقه هذه وغادا نمشي بهذه الطريقه هذه كنتمنى انه يكون مفهوم هنا كنحاول نقاد هكذا كنقاد التوب ديالي بهذا الشكل هذا حتى هنا البنات صافي البنات كنكمل بهذه الطريقه هذه نحاول تاني نقاد هنايا صافي وكنكمل المونتاج ديالي حتى الاسفل ديال البياسه يعني دابا صافي راه النص ديال الخدمه اللي درناها ها انتما البنات بهذا الشكل هذا كنغطي الاسفل ديال البياسه
البنات من بعد ما ساليت المونتاج كنشوف لكم ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. مازال غيوضح لكم في الشكل النهائي. كنجيو هنا للبنات كنجيو ها نتوما البنات كيفاش كتجي الخياطه من الداخل. دابا هذا الشيء كله غنحيدو غير بالسورجي باش كيتفينا. هنا البنات كنجيو لكم وكنتنيو بهذه الطريقه هذه وكنخيطو. هذا الشكل هذا البنات كنخيطو بحال هكذا. حيت كيما قلت لكم انا زايده غير جوج سنتيم ديال الخياطه ديال التكيفه ديالكم، يعني غندير تنيه صغيره صافي. هذه التنيه ديالكم. دابا غادي نجيو لهذا الكلوش هذا المهم هنا غادي ندير السورجي البنات باش اولا كنتنيو جوج تنيات بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. انا ديجا خدمت الكمين الثانيين باش ندوز لها السورجي هذيك هكذا البنات. ها انتم هنا ندوز السورجي، هنا غنخيط معاكم هذه وفرايح ندوز السورجي وغنخيطهم نوريكم كيفاش غندير لهذه. كنجيو بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه وكنتنيو غير الراس بهذه الطريقه هذه غير الحرفه البنات ديال 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 التوب. بهذا الشكل هذا البنات صافي البنات. بهذه الطريقه غادي نخدم الكلوشات كاملين اللي عندي في البياسه وغندير لها لولو ونخليكم مع الشكل النهائي ديالها. كنتمنى البنات يكون الفيديو واضح ولا ما فهمتوش شي حاجه خلوها ليا في التعاليق ان شاء الله نحاول نخدم معاكم مره اخرى. انا كندوز شحال من حاجه، يعني مثلا وريتكم حاجه صافي ما كنبغيش نعاود نوري لكم. مثلا درت هاد الخياطه هذه ما غنوريهاش لكم في الخياطات بربعه صافي راه مفهومه. ولا ما فهمتوش شي حاجه رجعوا الفيديو للخلف باش تعاودوا تشوفوا كيفاش درت اي حاجه صافي البنات. بهذه الطريقه هذه ودابا غنخليكم مع الشكل النهائي ديال العبايه. وهذا البنات كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال العبايه. زدت البنات هاد التصديفات هادو اللي مغلفين درتهم هنايا في الوسط كما كتشوفوا باش تزيد جماليه العبايه. بالنسبه للعبايه فباقا ما مصلوحاش البنات، داكشي اللي كتشوفوا هذاك الكلوش مهزوز شويه ماشي مشكل، غادا تصلح غادا تهبط كامله. الا تسنيت تنصلحها ما غاديش نشاركها معكم دابا. المهم البنات كما كتشوفوا الكميمات كيفاش كيجيو في اللبسه جات رائعه. انا نخلي لكم في الاخير العبايه ملبوسه. كنتمنى البنات لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا، وما كرهتش انكم تخليوا لي تعليق زوين وجامل لا فيديو. وما تنساوش البنات اللي مازال ما مشتركه في القناه تشترك في القناه، وشكرا للدعم ديالكم التشجيعات ديالكم. هنا البنات كما كتشوفوا هنايا لبستها البنات غير باش تشوفوا في اللبسه كيفاش كتجي والكميمات كيفاش كيجي. وكما كتشوفوا راه غير حيت باقا ما مصلوحاش داكشي علاش كيبانوا الكميمات ما هابطينش. ان شاء الله ملي غادا تصلح غادا تبان حسن البنات. المهم بسلامه عليكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.